مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. حلقة جديدة من محطات مغاربية. عملية البنيان المرصوص في ليبيا تتلمس الخطى نحو الإنجاز، فبرغم الثمن الباهظ الذي تكبدته قوات عملية البنيان المرصوص العسكرية الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية في حربها على تنظيم الدولة في معقلي بمدينة سرت الساحلية، فإن الانتصارات التي حققتها على التنظيم فاجأت الجميع بمن فيهم الأطراف الدولية. ولكن بعد معارك عنيفة كلفتها أكثر من 300 شهيد حسب بعض المصادر ونحو 1000 جريح منذ انطلاقتها في 5 مايو أيار الماضي، بات التعثر في التقدم نحو آخر معاقل مقاتلي تنظيم الدولة السمة البارزة في الأيام الأخيرة، مما طرح عديد الأسئلة عن سبب هذا التعثر والمناخ السياسي الذي تدور فيه معارك تحرير سرت والتداعيات الداخلية والإقليمية لما بعد عملية البنيان المرصوص. هذا هو موضوع حلقة اليوم، نتابع بالنقاش مع ضيفنا من تونس الأستاذ بشير أجويني الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ بشير. لا أستاذ، هل أستاذ بشير تسمعني؟ أستاذ بشير أهلا وسهلا، مرحبا أستاذ بشير. قبل أن نتابع هذا التقرير الذي يفتح لنا آفاق نحو الموضوع، في كلمة ممكن أن نعطيها الآن كعنوان للمرحلة التي تدور فيها المعارك في سرت، ما هو العنوان الأبرز لهذه المرحلة؟ العنوان الأبرز لما يدور في سرت خصوصا والحرب على داعش في ليبيا، أعتقد أنه إذا خصصنا الحرب الدائرة الآن في سرت يمكن أن نقول بكل وضوح وبكل جلاء أننا في الربع ساعة الأخيرة من الحرب على داعش، من نهاية ممكن الحلقة التي تواجدت فيها داعش في سرت. لكن كما نعلم لكل نهاية بداية، فما هي البداية التي ستكتشفها الأحداث في الفترة القادمة؟ طيب، هذا الكلام أستاذ بشير، وإن كنت ضيفا معنا في إحدى الحلقات كنا تحدثنا فيه عن عملية البنيان المرصوص عرفت بدايات واعدة مبشرة، وكنا نتحدث بأن طرد مقاتلي تنظيم دولة من سرت هي مسألة أيام، الآن تقييم 3 أشهر ونحن نترقب هذه الأيام. نتابع هذا التقرير يذكرنا ببعض الأحداث ومدخل ما وقع في مدينة سرت، ثم نعود للنقاش. نتابع. التوافق الليبي الليبي ضرورة لإنهاء الأزمة الراهنة التي تعيشها ليبيا، وحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق السخيرات خطوة مهمة لحلحلة الوضع الراكد والدامي في البلاد والقضاء على حالة التشرذم ووضع خطة لبناء الدولة. هذا كان العنوان الأبرز لمرحلة ما بعد تسلم حكومة السراج مهامها في ظروف حساسة وحرجة، وجعلت من أولوياتها معالجة المعاناة الخانقة للمواطن الليبي والتحدث للناس بخطاب تهدئة مفادها أنها لم تأتي للانتقام ولا لتصفية حسابات، وأنها لن تخصي أو تهمش أحدا، إضافة إلى ضرورة تركيزها على ملف المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، وهو الملف الذي يشكل العمود الفقري لبناء دولة ليبيا المستقبل. ورأى العديد من المحللين أن عوامل نجاح حكومة الوفاق في أن تكسب الشرعية الداخلية كما كسبت الشرعية الخارجية، ويكون ذلك عبر إرسال رسائل تهدئة للأطراف الليبية وللثوار بأن تهمة الإرهاب والخروج عن سلطة القانون لن تلاحقهم، وأن تعطي هيبة للقضاء الليبي الذي قال إن المجتمع الدولي ساهم في تهميشه وأضعافه خلال الفترة الماضية. في هذا السياق، وبعيدا عن حالة التشرذم الذي تعيشه بعض المؤسسات الأمنية، تنطلق قوات عملية البنيان المرصوص العسكرية والكتائب المساندة لها لاجتثاث تنظيم الدولة من مدينة سرت وباقي التراب الليبي. وقوات عملية البنيان المرصوص العسكرية، وهي قوات موالية لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، أحرزت تقدما ملحوظا صوب مدينة سرت معقل تنظيم الدولة، وأن البوابة الغربية لمدينة سرت شهدت مواجهات عنيفة خلال اليومين الماضيين، كما كثف سلاح الجو غاراته على مواقع التنظيم في غرب سرت وجنوبها،
وصرح قادة ميدانيون أنهم يحاولون التقدم بحذر شديد صوب سرت لأن تنظيم الدولة ترك ألغاما في المناطق التي انسحب منها، وأن قوات عملية البنيان المرصوص تتقدم من محاور أخرى باتجاه المدينة مع استمرار المعارك المتقطعة. التوافق الليبي الليبي ضر. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة اليوم من محطات مغاربية. ليبيا وعملية البنيان المرصوص، بدايات واعدة وتعثرات مبهمة. أستاذ بشير، هذا التقرير وضعنا في الإطار العام والمناخ السياسي الذي انطلقت فيه عملية البنيان المرصوص، أتت بعد حالة من الانسجام بين أطراف سياسية فاعلة، أتت حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج منطلقة نحو أن تكرس مفهوم الدولة وسيادة الدولة، واعتبرت مدينة سرت وتواجد تنظيم مقاتل تنظيم الدولة فيه الخاصرة الضعيفة التي من الضرورة الأكيدة أن تتجاوزها الدولة الليبية أو مؤسسات الدولة الليبية الناشئة حتى تثبت سيادتها. ولكن بدأنا نشهد بعض البدايات الواعدة، تعثرات مبهمة، حسب رأيك لماذا؟ بداية لابد من وضع الأمر في إطار أوسع وإطار أشمل، هو إطار الحرب على الإرهاب. لابد من أن نقر أن الحرب على الإرهاب هي حرب كونية، هي حرب يشارك فيها الجميع. كبرى الدول عندها استراتيجيات وعندها أجهزة وعندها جيوش وعندها استعلامات واستخبارات وعندها أنظمة ديمقراطية مستقرة ودائمة، وليس فيها حالة من الفوضى وليست تشهد يعني ثورات وغيرها، ولكن رغم ذلك الضربات الإرهابية تتتالى. فما بالك إذا تحدثنا على ثورة مسلحة، ثورة لم يمضي عليها إلا تقريبا 5 سنوات، ثورة كان بموجبها السلاح يعني متاح لكل الناس. يعني الناس تحدث عن الأرقام تبلغ حوالي 32 مليون قطعة سلاح ل6 ملايين ليبي، يعني أرقام هائلة جدا. طبعا الحكومات في ليبيا المتعاقبة، وهذا خطأ طبعا أقره يعني حتى بعض المشاركين في هذه الحكومات، أنه لم يتم التوجه بشكل مباشر إلى جمع السلاح وإدماج الثوار، وهاتان النقطتان على درجة كبيرة من الأهمية. يعني لم يكن هناك سلاح موجود ومتاح، ويكون هناك ثوار أو ثوار سابقين لم يتم إدماجهم لا في الجيش ولا في عمل مدني، فيمكن أن تشهد تشكل يعني ميليشيات، وهذا الذي صار. يعني ميليشيات من كل يعني نوع، ميليشيات قبلية، ميليشيات جهوية، ميليشيات ذات بعد طائفي، ميليشيات أخرى عندها الغطاء الديني، كل هذا يتنزل في الإطار اللي ممكن احنا فيه الآن. يعني ما تشهده ليبيا الآن وما صار في سرت هو نتيجة لمجموعة من العوامل يجب أن نذكرها بالتدريج. يعني ما ننساوش أنه بداية التنظيم لم تكن في المنطقة الغربية، كانت في المنطقة الشرقية، كانت في درنا في بنغازي وضواحيها. انتقاله إلى المنطقة الغربية وإلى سرت بالتحديد كان بعد طرده من درنا، وهنا يجب أن ننظر يعني بعين متبصرة إلى كيفية انتقال هذه الأعداد الكبيرة، الناس تتحدث على آلاف من مقاتلين من كل الجنسيات، انتقالها من درنا إلى سرت، وهي مسافة ليست بالهينة. أستاذ يعني بشير، هذه الإشارة أستاذ بشير، هذه الإشارة إلى مسألة انتقال المقاتلي تنظيم الدولة من درنا إلى سرت وعلى مسافة طويلة جدا، هل هي إشارة إلى أن هناك من سهل عملية الانتقال هذا؟ هناك من يتحدث بأن هذا الانتقال كان طبعا له غطاء، لا يمكن أن ينتقل كل هذه العناصر يعني المسلحة والمدججة بالسلاح كل هذه المسافة، خاصة المكشوفة، لمن لا يعرف يعني طبيعة تضاريس ليبيا في المنطقة الوسطى هي منطقة مكشوفة، يعني ليست هناك يعني أي شيء قد يغطي على هذا. طيب التحرك على هذه الأعداد الكبيرة. أستاذ بشير حول الأطراف التي قد تكون سهلت. نعم. من تحدث عن أطراف؟ من؟ خليفة حفتر، الحكومة الليبية المتخلية، أطراف التحالف الدولي الذي يراقب سماء وهواء وبحر وتراب ليبيا، من؟ أنا سأتي إلى هذه الأطراف في بيانها في تقرير سأتحدث عنه بعد قليل. أعتقد أن وصول هذه الأطراف، وصول داعش إلى منطقة سرت، هو يعني يحمل في طياته أكثر من رسالة، أن هناك تسهيلات، أن هناك محاولة لوضع شوكة في خاصرة ليبيا. يعني نعرف أنه سرت تقع طبعا في منطقة أقرب ما تقول إلى الوسط الليبي، المنطقة الوسطى.
هذا بداية، وسأتي فيما بعد إلى الحديث حول هذه الأطراف التي يعني ممكن تورطت بشكل واضح في دعم انتقال الجماعات العنيفة والمتطرفة من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الغربية. هذا بداية. النقطة الثانية، ما يتحدث عنه البعض وما ورد في التقرير حول يعني بشائر التي رافقت العملية، ثم يعني ما يعني سميتموه يعني ممكن صعوبة في الدخول إلى سرت أو مرور كثير من الوقت وإعلان التحرير على أكثر من مرة. أعتقد أن هذا الأمر يفهم، خاصة أنه طبيعة مدينة سرت، طبيعة المنشآت التي يتحصن فيها هذا التنظيم، ولكن قبل كل شيء وبعد كل شيء طبيعة هذا التنظيم الذي يحارب هو تنظيم طبعا ليس عنده ما يخسر، تنظيم عقائدي يعتقد أنه الفلاح والنجاح سواء في النصر أو في الاستشهاد كما يرونه وكما يزعمونه. فالمرحلة الأخيرة كانت بشهادة كل المتابعين وشهادة كل المختصين كانت مرحلة صعبة جدا، لأنه التعامل لم يعد مع حرب شوارع، لم يعد مع أفراد، لم يعد مع يعني بعض الجهات أو يعني تستعمل السلاح الخفيف أو المتوسط، التعامل أصبح مع مفخخات. ولما نقول مفخخات يعني كان قبل يومين يعني المكتب الإعلامي لعملية البليون المرصوص وتنقلت عدد من المواقع ووسائل الاتصال يعني الطرق التي كانت تحذر بها هذه المفخخات، يعني الكمية الكبيرة من يعني المواد التي استعملت في المفخخات، يعني ممكن طريقة الابتكار، يعني تتحدث بعض المصادر الميدانية حتى أنه يتم تفخيخ كل شيء، يعني السيارات وكل حتى جثث التي يتركها الدواعش يعني خلفهم من أتباعهم يتم تفخيخها، فيكون التقدم يعني بشكل أصعب. لكن ميدانيا والأخبار يعني تتتالى من سرت، أنه طبعا لمن يعرف سرت المدينة تتكون أساسا من 3 أحياء يعني أو 3 مجمعات نتاع عمارات إضافة إلى مجمع واغادوغو يعني للمؤتمرات. إذا تحدثنا عن مجمع واغادوغو فهو مجمع محصن جدا، شبيه بالمجمعات الموجودة في ألمانيا وموجودة في أمريكا، والتي تأوي يعني القيادات السياسية والقيادات العليا تحت الأرض وتوفر لهم يعني عدد كبير من الخدمات. وارينا يعني في النماذج اللي طلعنا ليها من هذه يعني المجمعات التحصينات الكبيرة الرقمية. طيب وغيرها أستاذ بشير، يعني أستاذ بشير هذه إشارة يعني مهمة جدا، الانتصار ودخولها أمر صعب جدا، ورغم ذلك تم الدخول إليها. أستاذ بشير هذه هذا إشارة مجال. نعم إشارة مهمة جدا، مجمع واغادوغو مجمع المؤتمرات والذي كان يحتضن مؤتمرات ينظمها العقيد معمر القذافي وبعض القيادات السياسية، استعمال مقاتلي تنظيم الدولة لهذا المجمع كغرفة عمليات في مرحلة أولى، ثم أصبح مكان يتحصن فيه وهو آخر معاقل حريرين في مدينة سرت. ألا ترى بأن هذا أيضا فيه إشارة، وأرجو هذه المرة لا تحيلني إلى فيما بعد ستجيبني، فيه إشارة إلى أن أطراف تعرف سرت جيدا وأطراف هي اشتغلت وعملت مع الكتائب ومع المؤسسات الأمنية للعقيد معمر قذافي موجودة إما في التنظيم أو تتعامل مع التنظيم؟ هو أنا لن أحيلك فقط إلا إلى كلام قاله يعني أحد رموز التنظيم، أحد رموز يعني النظام السابق أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية، لما تحدث عن دواعش قال هم هؤلاء يعني شباب طيبون دفعتهم الحمية إلى الخروج وحماية ليبيا. يعني لما يتحدث يعني المسؤول الأول على العلاقات المصرية الليبية في النظام السابق ويقول مثل هذا الإطراء ويمتدح هؤلاء يعني المجرمين، تفهم جيدا أن هناك تحالف موضوعي يعني تم بيانه في أكثر من مكان وأكثر من موضع بين أتباع النظام السابق وبين هؤلاء الدواعش. طبعا هؤلاء الدواعش فيهم أكثر من صنف، لكن خلينا نبدأ بأتباع النظام السابق اللي كان عندهم يعني شكل من أشكال يعني جرحى الثورة إذا صح التعبير، الذين فقدوا من أموالهم وفقدوا مما يعني سرقوه من الشعب الليبي وفقدوا المناصب التي كانوا عليها. سيكون من المنطقي جدا أن يتحالفوا مع هذه القوى التي تحمل السلاح ضد الدولة الليبية أو ضد إرادة الليبيين، ويكون بينها تحالف موضوعي. ليس من الغريب بمكان أن نرى
الراية الخضراء راية النظام السابق ترفرف في بعض الأماكن في سرت. ليس بغريب أيضا أن نجد يعني بعض الرموز النظام السابق يعني ممن يشتغلون أو يكونون يعني مجندين لصالح داعش. هذا أمر معروف ورناه في ليبيا وفي غير ليبيا، يعني يمكن تحدث حتى على مصر وتحدث حتى على تونس بدرجات، ما تحدثوش فقط على داعش لكن تحدثوا على تحالف النظام القديم مع قوى الردة بكل أشكالها، سواء منها التي تتغطى بغطاء ديني أو تتغطى بغيرها من الأغطية. هذا أمر معروف، أمر أصبح غير يعني خافي على المتابعين. أعود فأقول أنه تسهيل، وأنا ممكن سأجيبك الآن حول سؤالك الأول، تسهيل تنقل الدواعش من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الغربية لا يمكن أن يكون إلا بتسهيلات من أطراف ثلاثة على أقل تقدير. الطرف الأول وهذا الذي بينه تقرير الأمم المتحدة هو الطرف المصري، لأنه لما تطلع، وأنا أنصح بشدة بالاطلاع على التقرير الأخير الذي يعني أصدرته أو أصدره فريق الخبراء تبع الأمم المتحدة، التقرير اشتغل عليه تقريبا من عام 2012 ولم يصدر إلا في يعني قبل شهر أو اثنين، يعني حوالي 4 أو 5 سنوات. هذا التقرير بيّن بكل وضوح وبالأدلة وبالبراهين تورط النظام المصري في تصدير سلاح إلى المنطقة الشرقية، في تدريب بعض يعني العناصر، وأيضا وهذا الأهم في توفير ذخيرة وتوفير خطط عملية، وحتى تحدث طيب بعض المصادر على توفير غرفة عمليات كانت في المنطقة الشرقية تدبر الأمور لحفتر ولأتباعه أيضا في بقية المناطق الغربية. أيضا حديث كان واضح وموثق على طلعات مصرية. نعم تفضل. يعني أنت أشرت هنا إلى أولا الفاعلين الليبيين، أشرت إلى خليفة حفتر، أشرت إلى فلول نظام العقيد معمر القذافي، وأشرت إلى مقاتلي تنظيم الدولة، وهم من مختلف جنسيات ولكن من يقود العمليات ميدانيا حاليا هم ليبيين، وأشرت إلى مصر كطرف إقليمي. هناك أطراف إقليمية أخرى ودولية أخرى أشار إليها التقرير. نعم. يعني لو تفضلت بها، ثم أنا فقط أريد أن أرى ما الذي يجمع كل هؤلاء. نعم فقط. تفضل أستاذ بشير. فقط سأواصل لأنه هناك منطق يجمع كل هذه الأطراف، أنا سأخلص إليه في النهاية. يعني لما تحدث التقرير تحدث بداية على الجانب المصري، وهذا مفهوم أيضا لأنه القرب الجغرافي للمنطقة الشرقية، ويعني خليفة حفتر يعتبر الامتداد المرج وامتداد البيضة وامتداد رأس هلال وسوسة وشحاد، امتداد يعني تكون فيه المخابرات المصرية وتكون فيه الأطراف المصرية متواجدة بكل يعني يسر، إضافة إلى بعض طلعات وبعض يعني طلعات يعني شفناها، وشفنا حتى الأسلحة المصرية في المنطقة الغربية اللي لما يعني صار الحديث حول إعدام مجموعة من المصريين في سرت، وهذا أيضا أمر يعني ممكن يتم التثبت فيه من جهات مستقلة، شهدنا يعني طلعات مصرية. أستاذ بشير، الطرف الثاني الذي اتهمه التقرير الأمم المتحدة بشكل واضح. أستاذ بشير نعم. أستسمحك، لأن معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور عبد الحميد شروالي الأكاديمي الليبي ليتابع معنا في هذا التفصيل مهم جدا. دكتور عبد الحميد أهلا بك. أهلا وسهلا بكم. دكتور عبد الحميد، يعني منذ 3 أشهر كنت ضيفا معنا في حلقة محطات مغربية، وسألتك سؤال، قلت لك دكتور ماذا بعد عملية البنيان المرصوص وماذا بعد تحرير سرت، وكنا نتوقع بأن تحرير سرت هي مسألة أيام فقط. 3 أشهر بعد، وأنا أعيد عليك نفس السؤال، ماذا بعد تحرير سرت؟ ولكن قبل ذلك، لماذا تعثرت عملية تحرير سرت؟ لماذا تعثرت في الخطوات الأخيرة حسب وجهة نظرك طبيعي عملية البنيان المرصوص؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة لعمليات سرت، كنا أنا أحد فعليك أنا كان أحد المعارضين لدخول هذه الحرب بهذه الطريقة، يعني بالطريقة التي جرت فيها، اللي هي تحمل يعني أحد المدن هذه التبعات. كان هذا من الخطأ، لأن كنا نرى في أن هذه أحد الوسائل لإنهاك القوة الرئيسية في الدولة والقوة المعارضة في لأي برنامج يمكن أن يحدث. السؤال المحايد دائما هو ماذا بعد سرت، وكان هذا السؤال يعني يطرح نفسه من البداية. حاليا الصورة بدأت تتضح بعض ملامحها، لعل التسارع في العمليات السياسية التي تحدث الآن
والتسارع في إنهاء عملية بنغازي بكل الوسائل البشعة وبكل الوسائل غير الإنسانية قد يعطي إجابة بسيطة لما بعد سرت. حاليا لما بعد سرت حسب وجهة نظري المتواضعة أقول أن ستوضع الدولة أمام خيارين، أما خيار التقسيم وهو هذا أحد الخيارات المطروحة بقوة، أو إما خيار الهيمنة من القيادة العسكرية أي كانت، سواء كان حفتر أو كان بديل يعد له في من تحت الأروقة. دكتور عبد الحميد، إشارة مهمة جدا من حضرتك، أن ما بعد سرت هو خيار التقسيم أو خيار الهيمنة عبر أدوات تعد في مكان ما في زوايا مغلقة. هل هذه عملية ما بعد سرت هو الذي عثر وعطل إنجاز التحرير كاملا في انتظار إيجاد بدائل لما بعد تحرير سرت؟ قد يكون، يعني نحن إذا كان رأينا بمنطق المؤامرة، تحرير سرت يبدو عليه التأخير المتعمد. ليش؟ لأن يعني واضح أن تدخل القوات المساعدة والصديقة والأمريكية أو سميها ما شئت كان في وقت يعني بعيد جدا. كان من الممكن توفير العديد من يعني العديد من الوقت، محافظة على الوقت، المحافظة على المقاتلين ببعض المساعدات البسيطة التي لا تتعدى بعض بضعة طائرات أباتشي. كان يمكن التخلص من الكثير من المشاكل التي يثيرها داعش. فالتأخر في تدخل القوات الأمريكية إلى نقطة معينة هذا يثير تساؤل كبير جدا جدا، يعني والأمر هذا يؤكد لي أن تدخله لم يكن لمصلحة إنهاء القتال ولكن لاستكمال بناء الصورة، لأن الصورة قد نضجت أو المخطط قد نضج في تلك الفترة، وكان لابد من الإسراع فيه لأن لا يتحمل فترة زمنية طويلة. يعني دكتور عبد الحميد، وكأن هناك من يريد استدامة الأزمة حتى تصنع الصورة بشكل نهائي. نعم، بالنسبة لتدخل في سرت هذه الصورة أعتقد مقروءة وحاليا أصبحت ملامحها شبه واضحة. يعني دائما السؤال على التوقيت، لماذا هذا الوقت بالذات؟ لماذا الفعل حدث في ذلك الوقت؟ عندما يحدث في وقت معين أنت يعني تتساءل فيه، هذا وضع مريب. كان من الممكن المساعدة من الأسبوع الأول أو من الأسبوع الثاني، لماذا أن ترك الموضوع إلى قبل نهايته بفترة؟ الأمريكان ليسوا محتاجين لنصر، أو كان القول أنهم يريدوا أن ينسبوا النصر لهم، هذا ليس الهدف الأساسي لهم، هذا لأن يعرفوا حجم التضحيات. من قتل في هذه العمليات معروف العدد ومعروف من أي من من من, من أي جنسيات. الأمر هذا بعيد أو قد يكان أو قد وضع لتوجيه انظار الناس إليه، ولكن في الواقع هو التدخل في ذلك الوقت لاستكمال الصورة، لأن المخطط كان ينبغي أن يكتمل هذا التحرير في فترة معينة وتم الإسراع به في تلك اللحظة. شكرا لك دكتور عبد الحميد شروالي الأكاديمي الليبي، كنت معنا عبر الهاتف من ليبيا، شكرا لك. أستاذ باشير، إشارات مهمة جدا، أكيد كنت تتابع معنا هذا الاتصال، إشارات مهمة جدا من دكتور عبد الحميد أن هناك خيارات ما تعد لما بعد تحرير سرت هي التي استدامت الأزمة وعطلت تحرير سرت. هذه الخيارات وهذه المآلات سنناقشها مع بعض، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الجزء الثاني من حلقة اليوم من محطات مغاربية، عملية البريان المرصوص، الواقع والرهانات والمآلات. ضيفنا من تونس الأستاذ بشير أجويني، الباحث والمحلل السياسي. أستاذ بشير، قبل أن نذهب إلى فاصل، كان معنا من ليبيا الدكتور عبد الحميد شروالي، أعطانا صورة في إطار واسع وتقريبا في بانوراما الواقع الليبي مجسدة في سرت. تحدث عن أن هناك خيارات ما ترسم، صورة ما تعد لما بعد تحرير سرت هي الذي عطلها. أنت قبل أن نطلع إلى فاصل تحدثت أيضا عن أطراف إقليمية، تحدثت عن مصر، هناك أطراف إقليمية أخرى أشار إليها التقرير الأممي. هذه الأطراف الإقليمية، مصر من أيضا؟ طبعا أنا بدأت بالطرف الأول اللي كان متواجد على المنطقة الشرقية، لأن هناك منطق كامل يحكم هذه التدخلات، وهناك يعني تكامل في هذا المنطق. كانت مصر تتكفل بإدارة العمليات وبما أطلق عليه غرفة عمليات البيضة والمرج والمنطقة الشرقية بصفة عامة. كانت هناك يعني دعم ميداني بالعتاد، وخاصة كانت هناك صفقات كبرى لإهداء أو تقديم سيارات مصفحة كانت آتية من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا موثق بعقود رسمية، في حين أن ليبيا ما زالت تحت الفصل السابع من البنود الأمم المتحدة التي تمنع التسليح. هذا أيضا أمر مهم جدا. دون أن نتحدث على الحديث المتواتر في المنطقة الغربية جدا حول سيطرة قبائل الزنتان على مطار طرابلس بالاستعانة بالإماراتيين، ويعني تقريبا حوالي سنتين كانت الدولة وكانت أجهزة الدولة لا تعلم ما الذي تضع الطائرات الإماراتية في طرابلس وما الذي تأخذه منها. لم يكن الجميع يعلم كانت أموال أم أسلحة أم أشياء غير أشياء ممنوعة. كل هذا أيضا ذكر في التقرير بشكل مفصل وبشكل موثق. تحدث التقرير أيضا عن مساهمة سودانية، وهذا أيضا حركة العدل والمساواة وقتالها في صفوف قوات حفتر، هذا أيضا إشارة مهمة. تحدثت المصادر عن تدخلات حتى تركيا وإيطاليا، كانت أقرب ما تكون إلى الترانزيت، تمر بها الأسلحة وتمر بها يعني الذخائر التي كانت تصل إلى ليبيا. كل هذا المشهد يعطينا فكرة أن الإرادة الدولية لم تكن بقدر الكلام الذي قيل حول وجوب حماية ليبيا، وجوب الوقوف مع ليبيا، وجوب يعني التصدي لتجار السلاح وتجار التجار بالبشر والمواد الخطرة والممنوعة. كل هذا يعني الإرادة الدولية لم تكن على قدر الكلام. رأينا يعني دول من جهة يعني تدعم قوات حفتر، ونتحدث أساسا على فرنسا. فرنسا دفعت يعني مؤخرا حياة زوج جنود من جنودها في طائرة استطلاع كانت تشتغل لحساب حفتر، نجدها من هذه الجهة تدعم حفتر وتدعم يعني قوات الكرامة، ومن جهة أخرى تكون طرف مشارك في المحادثات الأممية. كل هذا مجتمعا يعطي صورة أنه الثوار في ليبيا والميدانيين في ليبيا لن تكون لهم الثقة الكاملة والكافية في النظام الدولي، في الأطراف يعني الدول الخمسة الكبرى، في دول الطوق، أن تكون عند يعني الحد الأدنى من مراعاة المصلحة الليبية. لأجل هذا كانت عملية البنية المرصوص اللي في بدايتها، ونتذكر جيدا يعني البداية كانت يعني من قوات أساسا من مدينة مصراتة، لكن التحقت بها فيما بعد حوالي 35 مدينة، يعني تقريبا كل المدن الليبية كانت ممثلة في هذه العملية. أستاذ بشير، ونحن نتحدث عن بدايات، وكيف أنا حتى العديد من المتابعين الملاحظين يعتبرون بدايات عملية بنية المرصوص كان فيها سمة عفوية عالية جدا، وكان هناك اندفاع وهناك كان جسارة على القتال المنتمي تنظيم الدولة ومسلحي تنظيم الدولة في مدينة سرت. ثم بعد ذلك المسألة تأثرت وأصبحت عملية البنيان المرصوصة التي دعمتها وتبنتها حكومة الوفاق الوطني. الدكتور عبد الحميد، وهو رأي متداول عند العديد من المحللين،
بأن قال بأن توقيت انطلاق عملية البنية المرصوص لم يكن مدروسا بشكل جيد، وعملية هذه العملية تدفع بنقاط استفهام أحيانا مريبة، خاصة عندما نعلم بنوعية تسليح مقاتلي عملية البنية المرصوص بتسليح بسيط لا يتكافأ مع تسليح مقاتلي تنظيم الدولة، لا توجد خبرات عسكرية عالية جدا. ممكن ما يفسر بعد ذلك ارتفاع يعني عدد القتلى والجرحى في صفوف مقاتلي تنظيم مقاتلي عملية البنية المرصوص، ألا ترى في ذلك أيضا إضافة إلى كل العوامل التي ذكرتها وذكرها الدكتور عبد الحميد أنها كانت سببا من أسباب تعثر نهايات عملية البنية المرصوص؟ هذا التعثر بدأ من الأول. هو طبعا الحروب لا يختارها، يعني الذي سيخوض حرب ممكن تفرض عليه. لا أعتقد أن الليبيين وأهل مصراتة بالخصوص الذين دفعوا أكبر يعني ضريبة يعني لتحرير ليبيا كانوا يريدون أن يدخلوا في هذه الحرب، لكن وجود حكومة الوفاق الوطني، وجود غطاء سياسي، غطاء حتى أممي للقضاء على داعش، القضاء على هذه التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، ممكن كان فرصة يعني بداية تشكيل نواة جيش ليبي، لأنه وهذا حقيقة يقرها حتى التقارير الأممية أنه لا يوجد هناك جيش ليبي بالمعنى الحقيقي للكلمة إلى حد الآن. هناك نواة تبع حكومة الوفاق الوطني، هناك يعني مجلس رئاسي هو في نهاية الأمر هو القائد العسكري للقوات الليبية. بداية يعني يعني تشكيل الجيش الليبي أريد لها أن تكون عن طريق هذه العملية، ممكن لضرب عصفور معناها ضرب أكثر من عصفور بنفس الحجرة، لأنه بداية حكومة الوفاق الوطني تحتاج ل يعني توطيد أركان ملكها وتوطيد يعني سيطرتها على الساحة الليبية، القضاء على داعش لأن هذا الطرف الأول الذي ينازع الشرعية، أيضا تحتاج إلى بناء نواة أولى وليس يعني أفضل من مدينة مصراتة التي يعني يشهد الجميع يعني سواء من كان في صفها أو حتى من عنده خلافات معها أنها أكثر مدينة دفعت الغالي والنفيس في سبيل تحرير ليبيا من الطاغية، هي دفعت يعني الفاتورة الأعلى وهي التي مثلت إلى حد الآن صمام أمان ليبيا. وأنا في هذا أخالف ضيفك الأستاذ عبد الحميد في أنه إمكانية تقسيم، وهذا أعتقد أنه هذا طرح ممكن كان في فترة سابقة، لكن الآن حتى الإرادة الدولية حتى داخل الشعب الليبي هناك وعي بأنه لا يمكن أن يعيش الشرق دون الغرب، ولا يمكن أن تعيش يعني المنطقة الجنوبية دون المنطقة الوسطى. طيب أعتقد أنه الآن أمام الليبيين فرصة أخرى، أصلا أنه هناك حوار سياسي الآن هذه الساعات بالتحديد، حوار سياسي الآن يقام في تونس يشهد يعني حضور لطيف واسع. أستاذ بشير، يعني في هذا الإطار، السياسية الليبية، وهذا أعتقد هو المخرج الأسلم لما تشهده ليبيا الآن. أستاذ بشير، في هذا الإطار نستعرض مع بعض هذا التقرير الذي يوضح لنا المناخ العام والبيئة التي تتحرك فيها الأطراف السياسية أمام تحديات ورهانات ممكن أن تسطر إلى حالة ما مستقبل ليبيا. نتابع بعض هذا التقرير. تسارعت الأحداث مع بدايات عملية البنيان المرصوص التي تقودها حكومة الوفاق الوطني مدعومة ببعض كتائب الثوار الموالية لها ضد تنظيم الدولة لطرده من مدينة سرت ومحاصرة وجوده في ليبيا كمرحلة أولى نحو اجتثاثه نهائيا من التراب الليبي. ولكن وفي الوقت الذي ظن كل المتابعين وعموم الليبيين أن تحرير سرت أصبح مسألة أيام، وجاءت التصريحات الأولى توحي بذلك، خاصة عندما بدأت الأخبار تتحدث عن محاصرة مقاتلي التنظيم في مجمع واغادوغو وعزله عن باقي المدينة. تثبت الوقائع الميدانية أن التنظيم يقاوم بقوة ويملك من أساليب المناورة ما مكنه من التصدي للعملية، وأن كل محاولة اختراق في الجبهة كانت مكلفة في صفوف مقاتلي عملية البنيان المرصوص أرواحا وعتادا. يأتي هذا ليؤكد على جملة مسائل لعل أهمها أن التنظيم يعمل من خلال تشبيك التحركات الميدانية مع ما يقع في باقي التراب الليبي، إن كان بدراية وتنسيق مع أطراف داخلية وخارجية أو هو حسن إدارة منه للمعركة، فلقد كان التوقع أن جبهة سرت هي الجامعة الوطنية
ولا اختلاف عليها، ولكن ما يقع في بنغازي من استمرار المواجهات بين مقاتلي عملية الكرامة التي يقودها العقيد السابق خليفة حفتر ضد فصائل وكتائب مختلفة آخرها سرايا الدفاع عن بنغازي أو الغارات التي تستهدف المدنيين في أغلبها، والتي كشفت عن تنسيق عملياتي عال جدا بين خليفة حفتر وداعميه المباشرين وخاصة فرنسا، ومقتل طيارين في عملية إسقاط طائرة تابعة لقواته. يحصل هذا كله في حالة عجز مبهمة من حكومة الوفاق الوطني التي حسب بعض المراقبين أصبحت غير قادرة على مواجهة التنظيم وإدارة الخلاف مع خليفة حفتر وحماية التراب الليبي، إضافة لملفات سياسية واقتصادية وخدمية وأمنية لا زالت مطروحة على طاولتها، ولعل ردها الباهت والضعيف حسب رأي الشارع الليبي عمق حالة الارتباك في أدائها، وكذلك هز بدايات الإجماع حولها. الشارع الليبي الذي رفض بكل قوة التدخل المباشر للقوات الفرنسية في الشأن الليبي الداخلي، وكذلك تمادي أطراف ليبية في استدامة الأزمة سعيا لتحصيل مكاسب خاصة على حساب المصلحة الوطنية العامة. معنا عبر الهاتف الأستاذ رضا بودراع، الباحث والمحلل السياسي الجزائري. أستاذ رضا، أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. أستاذ رضا، مارتن كوبلر منذ يومين كان في الجزائر يتحدث مع القيادة الجزائرية ويطرح أمامهم الوضع في ليبيا ويتبادل الرأي معهم حول الدعم الذي ممكن تقدمه الجزائر للعملية السياسية في ليبيا. حسب رأيك، هل هذا هو العنوان الأساسي لهذه الزيارة؟ أكيد أن هذه الزيارة جاءت وفق سياق الضغط على النظام الجزائري وعلى الجيش الجزائري أنه يقوم بدور أكبر في محاصرة الحدود الليبية، والضغط أيضا سياسيا على الأطراف السياسية الليبية، لأنه إذا استقرأنا ترتيب أو تسلسل الزمني للأحداث لا يمكن إغفال تصريحات بروكسل تجاه الحكومة الجزائرية والدولة الجزائرية باتهامها بأنها لم تحقق عبور سياسي مطلوب للأمة الجزائرية، مع زيارة كوبلر الذي صرح بعد اللقاء مع عبد القادر مسهل مسؤول الشؤون الأفريقية الخارجية، قال أو صرح تصريحا يعني يبدو غريبا، وإذا حللناه سوف نستخرج منه قراءة غريبة نوعا ما. قال أنه هناك 26 قطعة سلاح في ليبيا في يد 6 ملايين ليبي، معنى هناك 20 قطعة سلاح زائدة في ليبيا تشكل خطرا أمنيا ومهددة لتسباب الأمن في ليبيا. هذه رسالة واضحة من كوبلر للجزائر وللنظام الجزائري وللجيش الجزائري، إما أنكم تنخرطون معنا في محاصرة الثورة الليبية والضغط على مختلف المكونات السياسية، وإما أن ليبيا هي باب شر لكم، وكل القطع الأسلحة الزائدة 20 قطعة سلاح 20 مليون للجزائر. 20 مليون قطعة سلاح، 26 مليون قطعة سلاح، نعم. ولكنها هذه زائدة 6 ملايين ليبي، فزائدة عليها 20 مليون قطعة طيب. سلاح. يعني أستاذ رضا، التهديد الثاني أخي العقربي، تفضل. التهديد الثاني لو سمحت، تفضل. أنه قال بل لم يقل، يعني قال أنه فتحنا تحقيقا أمنيا على مستوى الأمم المتحدة، من وراء تزويد هؤلاء هذه الجهات بالسلاح وتوفر 20 قطعة سلاح زائدة في ليبيا، وسوف نتائج التحقيق تقدم إلى مجلس الأمن. يعني هناك تهديد واضح لكل الأطراف بهذا الموضوع، وكانت رسالة تهديد والزيارة كانت واضحة أنها وفق أسلوب الضغط. أستاذ رضا، نحن نتحدث عن الإقليم وتداعيات عملية البنيان المرصوص، عملية تحرير سرت أو ما يقع في ليبيا عموما على الإقليم، الجزائر هي العنوان الأبرز باعتبار كما ذكرت بأن ما يقع في ليبيا خطر محدق بالأمن الجزائري. هل الجزائر اليوم مستعدة من حيث البنية للقيام بأي عمل عسكري في ليبيا؟
الجزائر على العكس هي ضد أي عمل عسكري أو تدخل خارجي في ليبيا، لأنه ببساطة هو سينعكس عليها سلبا مباشرة. يعني ما يقع في ليبيا الآن، أنت ترى أن الجيش الجزائري تقريبا مستوعب بكل طاقته في حراسة الحدود وفي ترقب الأزمة الليبية، بالإضافة إلى ما يقع أيضا في الجنوب المالي. فالأزمة الليبية أصبحت أكثر من مهدد للأمن الجزائري، الأمن القومي الجزائري، والجزائر معنية بحلها أو بالمساعدة في حلها. وطبعا نعرف أنها هي تريد حل سلمي على عكس ما تريده مصر والإمارات من الناحية الشرقية بالتدخل العسكري المحدود لدفع الحركة السياسية، في حين تعتبرها الجزائر أن هذا مثل هذا الخيار غير محسوب وقد يشعل المنطقة برمتها، بدليل أنه لحد الآن الغواصات الأمريكية لا زالت رافضة على السواحل الليبية، وأوباما قد مدد وجودها شهرا كاملا بالادعاء أنها تساند عملية بنيان المرصوص، في حين أن ثوار مصراتة والثوار الليبيين الذين يشاركون في هذه العملية أثبتوا فاعليتهم في حين الذي أثبت فيه حفتر بمساعدة الكوموندوس الفرنسي فشله في القضاء على تنظيم الدولة سواء في سرت أو في درنة أو في أي مكان آخر. فواضح أن هناك أجندات فوق حسابات الثوار يجب أن ينتبهوا لها، وفوق حسابات الدولة الجزائرية لابد أن تنتبه لها. شكرا لك أستاذ رضا بودراع الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. أستاذ بشير، تداعيات عملية البنيان المرصوص على الإقليم واضح أن لها إيقاع ثقيل وإيقاع قوي وحاد، الجزائر أكيد على تونس، مصر تدخل مباشر، السودان بعض الفصائل المتمردة في شرق في غرب السودان تدعم خليفة حفتر، يعني المشهد برمته مركب بشكل معقد جدا، ولكنه واضح أيضا عملية تعثر إنهاء تحرير سرت تقريبا ملامحه بدأت تنجلي الآن، لأن واضح أن الحسابات هي ليست تحرير سرت ولكن ما بعد سرت. كل هذه المآلات تدفعنا إلى سؤال واحد، هل فعلا عملية البنيان المرصوص هي الشجرة التي تخفي الغابة، غابة تداخل الفاعلين في الشأن الليبي وغابة الاشتغال على ما بعد ترتيب البيت الليبي والبحث عن بدائل؟ نعم، هو لابد من الإقرار بحقيقة واحدة، لا أعتقد أنه أي دولة من دول الطوق الستة التي تحيط بليبيا ولا حتى المجتمع الدولي قادر على إنكارها. هذه الحقيقة هو أن عملية البنيان المرصوص، نواة الجيش الليبي، حكومة الوفاق الوطني تقاتل في سرت لا فقط نيابة عن الليبيين بل نيابة عن كل دول الطوق. فأعتقد أنه من مصلحة كل دول الطوق، تونس، الجزائر، ليبيا، تشاد، نيجر، السودان، مصر، كل هذه الدول من مصلحتها المباشرة هو انتصار قوات البنيان المرصوص على ما تبقى من الدواعش. تحدث بمنطق استراتيجي، يعني هؤلاء الدواعش نعلم جيدا أنهم أورام خبيثة تنتشر في الجسد بسرعة رهيبة، فالقضاء على هذه النواة والقضاء على هذا الورم في هذا المكان بالذات، لأنه زاد يجب أن ننظر إلى جغرافيا ليبيا، منطقة سرت منطقة في المنطقة الوسطى مفتوحة على الصحراء الجنوب الليبي، مفتوحة على الساحل، مفتوحة على في وسط ليبيا تقريبا، فإمكانية تسرب الدواعش هي إمكانية واردة. فلأجل هذا أعتقد أنه الحرب على الدواعش وأفضل كما يقال وسيلة للدفاع هي الهجوم، عندما يكون هناك قوات تقاتل الدواعش فأولا يجب دعم هذه القوات بكل ما أوتينا من قوة، وأنا أتحدث لا أتحدث فقط على يعني دعم لأسباب إيديولوجية أو يعني أسباب ممكن قد تكون يعني عند هذه الجانب ومفقودة عن الجانب الآخر، بل أتحدث عن دعم حقيقي لالتقاء مصالح. قد لا يكون هناك مصلحة كبرى بين مصراتة وبين يعني الزنتان وبين المشاشية مثلا، لكن لاحظنا أنه لحظة الدفاع على ليبيا ولحظة قتال داعش 35 مدينة ليبية توحدت لأجل القضاء على هذا الورم. بالمثل أعتقد أنه دول الطوق مطالبة بأنها
تكثف من جهودها. المجهودات الجزائرية مشكورة، المجهودات التونسية كما يقال يصدق فيها المثل أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي. اليوم في هذه الساعات بالتحديد، في هذا الوقت بالتحديد، مباحثات الحوار السياسي الليبي تنعقد في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس برعاية أممية. كل هذا مطلوب لتشديد الخناق على هذه على الدواعش والمرور خاصة، وهذا أنا أحذر بشكل واضح وبشكل صريح من انعكاسات الحرب على الدواعش. لا يجب أن يترك للدواعش منفذ للهروب، سواء إلى الجنوب الليبي، سواء إلى الحدود التونسية، أو حتى الهرب بحر. أستاذ بشير، نعلم جيدا، وأنا قبل ما أتي إلى التسجيل بقليل كنت أستمع إلى أخبار في تونس، بعض الأنباء تحدث على توتر في الجنوب التونسي، هذا مما يمكن أن ييسر عملية يعني فرار بعض العناصر. فاليقظة مطلوبة من الجانب التونسي، اليقظة مطلوبة من الجانب الليبي، لكن فلنذكر مرة أخرى وأخيرة أن قتال الدواعش تقوم به فئة من الليبيين، أو فئة طيف واسع من الليبيين، هي عملية البنيان المرصوص تقوم به نيابة لا فقط عن الليبيين، لكن عن كل الدول المجاورة، عن كل دول التوق. فالمنتظر من دول التوق هو دعم حكومة الوفاق الوطني ودعم الحرب على الدواعش بمختلف أشكالها. أستاذ بشير، باختصار سؤال أخير، كل الحلقة تقريبا ونحن نحلل ونتابع ونستقرأ عملية البنية المرصوص لم نذكر حكومة فايز السراج. يبدو أن فاعلية هذه الحكومة وقدرتها على التأثير وحسب بعض الملفات ضعيفة في هذه المرحلة، باختصار لو سمحت. شوف سيد الكريم، احنا عندنا في تونس تجربة حكومة الترويكا اللي كانت تجمع ثلاث مكونات سياسية يعني موجودة ومختلفة طبعا. فلنقارن بين المكونات السياسية الموجودة والتي عندها دربة وتدرب على العمل المدني، وبين ما توصلنا إليه يعني تفكك الترويكا وكثير من المشاكل، ولنقارن هذه الحالة بحالة أخرى في ليبيا. أنت لست مطالب بجمع ترويكا يعني ثلاث أو أربع أو خمس أو ست يعني مكونات، أنت مطالب بمجلس رئاسي يضم حوالي تسع أعضاء، يعني رئيس واثنين نواب، يعني في المجمل حوالي تسع أعضاء. كل عضو عنده مجموعة من المصالح، كل عضو يأتي من منطقة معينة، كل عضو عنده مجموعة من يعني الضغوطات الداخلية والخارجية. كل هذا ينتج عنه مجلس رئاسي مثقل يعني مهامه، مثقل داخليا بصعوبة إدارته. لكن خلينا لا ننسى أن المجلس الرئاسي ليس المكون الوحيد للعملية السياسية، وليس المخرج الوحيد من مخرجات الصغيرات. المخرج الثاني والمهم هو المجلس الأعلى للدولة، يعني خليفة أو الجسم الذي يخلف المؤتمر الوطني العام ويترأسه يعني شخصية معروفة وتحظى ب يعني تقريبا احترام عدد كبير من الليبيين، خاصة في المنطقة الغربية، الدكتور السويحلي. المجلس الأعلى للدولة عزز أخيرا، وهذه إشارة تقرأ على وجهين، عزز أخيرا قبل يوم يعني البارح تم إطلاق سراح المستشار سليمان زوبي الذي كان محتجزا في الزنتان لمدة سنتين. هذا يعني التعزيز، فيه تعزيز للمجلس ولم يزد تماسكه، ويعني يعرف المتابعين يعني قدرة الأستاذ سليمان زوبي على التجميع، وأيضا وهذا المهم هو يعكس رغبة أو بدايات رغبة في المصالحة. نعلم جيدا الزنتان وعلاقتها بالمؤتمر العام، لما يطلق صراح عضو يعني بارز أو يعني من طرف الزنتان ويعزز المجلس الرئاسي، هذه إشارة يجب أن تقرأ بشكل بشير إيجابي، يجب أن تشجع، يجب بشير أن يقف الليبيون يقولوا ستوب لهذا يعني يبدو العملية لا يمكن فضها إلا سياسيا. الحلول يمكن أن تكون إلا بتوافق أو بحد أدنى من التوافق وطي صفحة الماضي والشروع في بناء ليبيا، لعل الحرب على داعش ولعل بداية يعني نجاح حكومة الوفاق الوطني تكون هي المفتاح لما يليها من أمور يعني قد تشهد انفراج في ليبيا وفي المنطقة بالعموم. أستاذ بشير، وضحت الفكرة، نرجو أن فعلا يصل الطيف السياسي الليبي إلى كلمة سواء
ويستطيع أن يخرج من ليبيا من هذا المأزق وتتحرر سرت وتعود ليبيا إلى مسيرة بناء الدولة ومؤسسة الدولة. هكذا مشاهدينا الكرام أتينا نهاية حلقة اليوم من محطات مغربية. نشكر ضيفنا من تونس الأستاذ بشير أجويني الباحث والمحلل السياسي وكل من شارك معنا عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام حتى نلتقيكم في أمان الله.